نبدأ باسم الله الوحيد الجوادي، وسبحان خالقي لا شريك له، هو الحي الخالق لعبادي، رحمته واسعة يا عظيم الجاه، ذكر الله تطفي مشعل القادي، واللي كان مؤمن في قلبه محلاه. ثم صلاة على النبي محمدي والصادق المصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سعد اللي كثر في صلاة الهادي، وهذا خير من اللي رافد كنز معاه. صلاة النبي هي زادي، صلاة النبي هي خير الزادي، وصلاة الحبيب تطفي عذاب الله، وصحابه اللي معاه أهل الجهادي، واللي شرحوا الدين كيما ربي وراه. ثم الله يرضي على أهل الجهادي اللي هانوا عمارهم في سبيل الله. شوف شوف الناس حال الغزوة، هذه حكاية زينة. السيد عقبة الدافر ثاني الجهادي، السيد عقبة الدافر ثاني الجهادي، وكل يوم يجتمعوا على خوف الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، الشيخ علال الفنان كل يوم يهدي لكم كلام. وهذه حكاية من حكايات الزمان اللي خلاوها الفرسان الصحابة الأبطال اللي كانوا يجاهدوا على الدين. احنا جينا بطل اليوم ورحنا نلعبوا به. هذا واحد النهار يا سادات يا كرام، ساعة انت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا الصحابة، قال غادي تمشي تطوعوا خوم الغرب، قال اسمعوا والطاعة. شحال جات خارجة يا سادات؟ جات خارجة 300 صحابي، لكن هذه 300 صحابي شكون الرئيس نتاعهم؟ الرئيس نتاعهم وهو السيد عقبة، عقبة بن نافع، واللي قال شي حاجة ها هو الجامع ديالو راه عندنا هنا في وجدة، جامع سيدنا عقبة. علاش؟ أول صحابة اللي فتحوا هذا الباب ديال هنا وهو السيد عقبة والسيد عبد الله، وراها مازال الحكاية يعني عاد بادية، غادي تسمع فيها العجاب، وغادي تسمع فيها واحد الفايدة اللي يعني كان نفكرك بالتاريخ نتاع الصحابة. راهم جايين يا سادات يا كرام الصحابة حتى يخلطوا البلاد تونس، واحد البلد يقولوا لها بلد القيروان، كاين سبيبة كاين المعلقة، واللي جره يعرف البلاد ويعرف التاريخ. خلطوا لهذيك البلاد ديال تونس، جا واحد الزرع طلقوا عليه الخيل ديالهم، جاهم ذاك الجاهل قال لهم اسموها السيبة، قالوا له احنا ما عرفتناش، قال لا، قالوا له نحن العرب صحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال سيدي ما تطلقوناش على الزرع ديالنا، والشرط اللي تبغيوه راه حنا غادي نقبلوه منكم، بعدوا هذا الزرع وريحوا ترانكيل. الصحابه جاوا لواحد الخندق وبناوا القزين ديالهم وربطوا خيلهم، لكن هذا العدو باغي يغدرهم، وراه باغي يغدرهم يا سادات. جاهم على غفله، قال لهم كيفاش انتم اللي باقيين تدخلوا لنا السحر نتاع محمد البلاد؟ هادو عرب ولكني جهاله،
ما مأمنينش، يعني راهم بكري كاينين العرب ولكن ما مشاهدينش. قوم الجهالة، فين قوم الجهال؟ حبهم جا للمال، يتعندوا على الجمال ونساو يوم القيام. الحرام ولا حلال ولا من عليه سال، راحوا نساو الرجال وعمدوا له الظلام. بنادم دار هواه ما خافش من مولاه، جا الشيطان اداه ورماه في جهنم. أرنا يا سادات، هذاك السلطان عنده واحد البنت يقولوا لها يامنة. هذه يامنة كانت لغات يعني للجزانة ديالهم. قالت لها يا ودي خصك تشوف لي الزوج نتاعي شكون هو. لما ربع عليها الكتاب وشاف قال لها شوفي، عندك واحد الزوج عندي في الجفرية يقولوا له عبد الله، وعربي مصحاب محمد، ولاني كي داير هذا السيد عبد الله. ياه يا الابطال اللي كانت بكري، ولا دايره هذيك الكلمه في الراي ديالها. لما يعني رقبت من القصر وشافت العرب الصحابه، ما يبان ليها غير السيد عبد الله. لغات على العبد نتاعها، قالت له شوف هذاك السيد غادي تمشي تقول له جي عندي القصر، ولكن هاك ديرو كسوه نتاع النساء، الحايك ديال النساء. دالو الحايك وقال له يا سيدي راه تقول لك يمنا جي عندي القصر. قال له انتقلوا السيد عقبه، قال له ما تمشيش، قال له لا نمشي. دار الحايك وجا عندها، دخل عندها، جات هي مات زيان، والسيد عبد الله قال لها ماشي هذاك هو الكلام في الزين. قالت له شوف انا راني شت في الجفريه وراني لقيت الزوج ديالي سميته عبد الله، انت سميتك؟ قال لها انا سميتي عبد الله. قالت له تزوج بيا؟ قال لها بواحد الشرط. اما هو؟ قال لها الا تعمني بالله والنبي رسول الله. قالت له شهد. لكن كيفاش غادي نديرو؟ قال لها غادي ندبر عليك باش غادي نخرجك البلاد وغادي نخرجك القصر ديال باك. قالت له واه. هنا يا سادات راه دبر يعني الحيله كيفاش غادي يدير. علاش هاد الشاعر قال بسم الله نبدا باسم الجوادي، والواحد الوحيد لا شريك له، سبحانه هو الخالق العبادي، رحمته عظيمه، رحمته واسعه عظيم الجاه، واللي يذكره ذكر الله تطفي مشعل القادي، واللي كان مؤمن في قلبه ذكره محلاه، ثم الصلاة على النبي محمد والصادق المصدق رسول الله. يا سعد اللي كثر في صلاة الهادي، وهذا خير من اللي رافد كنز معاه. صلاة النبي هي خير الزادي، يعني تسافر صلي على رسول الله هي الزاد الكبير. صلاة النبي هي خير الزادي، وصلاة الحبيب تطفي غضب الله، والصحابة اللي معاه أهل الجهادي اللي شرحوا الدين كما ربي وراه، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرحوا الدين وهو القرآن كما نزلوا سيدي ربي، هما شرحوه، شرحوا الدين كما ربي وراه. ثم الرضا على فلسطين الجهادي واللي هانوا عمارهم في سبيل الله، هانوا العمار ديالهم. للغرب عمدوا بسيوف التهنادي، شوف شوف راهم جايين للغرب هنا نتفاهموا. للغرب عمدوا بسيوف التهنادي، متوكلين على ربي ورسول الله،
السيد عقبة لم الفرسان اللي ما فيهمش الراضي وكل يوم يجتمعوا على كلام الله. نخرجوا للعدو ما كاش الراضي، والموت خير من الدنيا يا حسرة. شوف شوف كانوا يفكروا الأخيرة. الحكاية رحنا عادة زايدين فيها القدام. هذه الحلقة الأولى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية للمغاربة، تحية للجزائريين. احنا الشعب خاوة خاوة، ما بيناتناش العداوة، احنا الشعب خاوة خاوة. علاش؟ جمعنا كلمة الله، وجمعنا كلمة محمد رسول الله، وإحنا أحباب وخوت وما فيناش الفراق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، تحية المغاربة فين ما كانوا، داخل الوطن وخارج الوطن. أخوكم الشيخ علال الفنان يهدي لكم هذا الكلام، تراث حتى إلى مت نخليوه تاريخ للناس المؤمنين.